انا على ذكر انه نصنع ونبنيه على الباهي، انا ديما نستحضر انه هالامه هذه تعرفوا قديش فيها من كلمه مرادفه للمحبه. أوه. تعرف ابن حزم الاندلسي في كتابه طوق الحمام ما يقارب اذا كان ما خانتنيش الذاكره 70 مرادف كلمه مرادفه للمحبه. معناها احنا ديما نقولها للطلبه، انا نقول لهم راكم تنتميوا لهالأمة العظيمة هذية اللي المحبة والتوق والعشق والهيام و و و و كلها رصيدها. تعرفوا اللي لو رومانتيزم المان تعدى عن طريق فرق كانت تدور في إسبانيا تتغني تنشد اكلي تروبادوري تسماه لي تروبادوري يدوروا وعلموا رغم اللي انا ما نحبش علموا علمناهم علمونا علمناهم ما نحبش وصلوا يعني احنا شاركنا في هالحضاره هذه هالرومانتيزم اللي بعده هو قداش من فنون وقداش من رسم وقداش من ابداع وقداش من فلسفه من بينهم جوت الشاعر جوت يقول في كتاب عنده يقول الحافظ الشيرازي يقول له نتمنى نغسل لك ساقيك والله قراءه قريتها بعيني يعني يقول له راي على مانيير دو جيزو يقول له نتمنى نغسل لك ساقيك كانت في ادبيات المجتمعات تلمو شعرك الجميل وكلامك على المحبه وكلامك على الانسان وكلامك على المراه رائع. فاحنا هالرصيد الجميل هذايا واللي هو موضوعي راه مش طوبوي كما قالت لي صديقتي نزهه قبيل، راه واقعي هذا لو كان نراهن عليه لو كان يعني نعلموا شبابنا واطفالنا هالقيم هذه والله العظيم يكونوا اكبر مبدعين أكبر علماء. لأنه إذا كانت حلت الملكة المحبة وتحلت القلوب راه الإنسان يكون عالم يكون أب لأسرة جميلة متوازنة يكون حاكم يكون قاضي يكون طبيب. للأسف إشكاليتنا ياسر قيمية راه عندما نحكي على المشاكل اللي يقوموا بها الأطباء وعندما نحكي على المشاكل اللي يقوموا بها القضاة وعند ما عند عند نحسها كل هذا يتحل من خلال القيم. هذا هو يعطيك صحة محمد حقيقية محمد. هو أنا ما نحكيش في السياسة كما قال السياسة الحزبية بالذات، لكن الواضح أنه الناس نفرت من المجال السياسي الحزبي ملت من الكراهية السياسية واللي هي مبنية يعطيك الصحة على الكراهية هذية والشيطنة هذية والاستقطاب الثنائي. فبصراحة نحتاج نعتبر يعني راو الرصيد الانتخابي متاع نسكل قاعد يتهاوى اكثر فاكثر. هذه بارونتيز. انا حبيت نذكر نفسي ونذكركم ونذكرك انت نزهه على انه البرنامج نتاعنا هذايا اذا كان احنا فكرنا فيه وعملناه لايماننا بالامل بصراحه، فانه يؤمن الانسان بالامل هالايمان هذايا يعتبر انه قضيه حياتيه. انه نحكي في مواضيع هذه ما تنجمش تأجل قضيه حياتيه لانها قضيه حياه او موت مجتمعيه. يا اما المجتمع نبعث في رواحنا خاطر احنا ماناش خير رغم المجتمع نبعث في رواحنا جرعه الامل ونساعد الاخرين علهم علنا مع بعضنا نشوف هالامل هذايا ونبني عليه ونبني على الخير. دكتور سامي نصر على الحضور معنا لتاثيث الحصه بوابه الامل لليوم. سامي نصر دكتور في علم الاجتماع، شكرا لك. محمد بن موسى شريكي في الحصه بوابه الامل تونس، انا وانت مش اما انا ولا انت. حصه جايه نتلقاو في الخير ان شاء الله. الى اللقاء في مواعيد قادمه من بوابه الامل.